قرأت في أحد الكتب الدينية في باب التمذهب واستنبطت من قراءتي أن المجتهد ليس له أن يقلد مذهبا من المذاهب الأربعة المشهورة، فأنا والحمد لله أجتهد في المسائل الفقهية بما لا يتعارض مع الكتاب والسنة، فهل معنى ما قرأت أنه لا يلزمني اتباع مذهب من تلك المذاهب الأربعة المشهورة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. المراد بالمجتهد الذي قرأت عنه في بعض الكتب هو الذي بلغ مرتبة الاجتهاد، يعني توفرت فيه شروط الاجتهاد كالأئمة الأربعة وأمثالهم من أحبار هذه الأمة. والمجتهد له شروط لا بد أن تتوفر فيه ويكتسب بها أهلية الاستنباط والإفتاء. نعم. من ذلك أن يكون عالما بكتاب الله وعالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعالما بأقوال من سلف من الصحابة والتابعين ملما بذلك في الجملة، وأن يكون عارفا بقواعد الاستنباط، يعني يعرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين غير ذلك من قواعد الاستنباط، إضافة إلى أن يكون عالما بقواعد اللغة العربية التي هي لغة الشرع من القرآن والسنة وبأساليب العرب ووجوه الكلام. أما أن يكون الإنسان مجرد قاري يحسن القراءة في كتاب كما ذكرت، هذا حرام عليه أن يجتهد، لأنه يقع في الخطأ ويوقع غيره في الخطأ. فالعامي وطالب العلم المبتدي هؤلاء يقلدون من يثقون بدينه وعلمه من أهل العلم ويأخذون بآرائهم، ما لم يتبين لهم أن قولهم مخالف للدليل فإنهم يأخذون ما قام عليه الدليل من أقوال أهل العلم إذا كانوا يستطيعون التمييز بين الراجح والمرجوح. أما العامي والمبتدي في طلب العلم ممن لا حكمه والعياذ بالله. الحاصل أن السحر من أكبر الكبائر بعد الشرك، وهو كفر بالله عز وجل، وهو قرين الشرك لأنه كفر بالله عز وجل كما ذكر الله ذلك في كتابه الكريم. الساحر والذي يصدق بالسحر كلاهما سواء. وأما قضية حل السحر بسحر مثله فالصحيح من قول العلماء أن ذلك لا يجوز، أن ذلك لا يجوز، لأن التداوي إنما يكون بالحلال والمباح، ولم يجعل الله شفاء المسلمين فيما حرم عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداوى ولا تداوى بحرام. وفي وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن قال: لا، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ومن أعظم المحرمات السحر، فلا يجوز التداوي به ولا حل السحر به، وإنما السحر يحل بالأدوية المباحة وبالآيات القرآنية والأدعية المأثورة، هذا الذي يجوز حل السحر به بالأدوية المباحة والأدعية والآيات القرآنية، وفي هذا كفاية للمسلم. نعم. التصديق بالسحر الذي تفضلتم وقلتم أن المصدق به كالفاعل، التصديق به من أي ناحية؟ هل هو من ناحية وجوده حقيقة أو من ناحية قدرة الساحر على فعل أشياء ليست في حدود قدرة الإنسان؟ المراد بالتصديق الذي يعتبر ممنوعا ويعتبر حكمه حكم الساحر تصديق بأنه حق، الذي يصدق أنه حق أو أنه مباح أو أنه عمل طيب. نعم. الذي يستبيح السحر ويعتقد أنه حق وأنه عمل طيب وأنه صنعة مباحة، هذا هو الذي نريده في كلامنا. أما التصديق بوقوع السحر وحقيقته، نعم، هذا لا بد منه، لأن السحر له حقيقة وهو أمر واقع، وهو يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه. نعم. فهو حقيقة واقعة لا يصح إنكاره أبدا. نعم. وهذا لا يدخل في الممنوع، تصديق بوقوعه وضرره. نعم. هذا لا يدخل في الممنوع، لأن الله أخبر عنه وأخبر عن ضرره، فمن جحده وأنكره يكون مكذبا لله عز وجل. الذي يجحد أن يقول ما هنا سحر، نعم، والسحر ليس له حقيقة وما أشبه ذلك، هذا يكون مكذبا لما جاء في الله. التصديق هو يشمل التصديق بفعل السحر. نعم. التصديق قد يراد به أو إباحية حكمه، أو التصديق قد يراد به التصديق بحقيقة السحر ووجوده. نعم. وضرره وأنه شيء واقع، هذا هو الذي قلنا لا بد من الإقرار بوقوع السحر ووجوده، وأنه مضر وأنه كفر، واعتقاد أنه كفر وأنه ضلال. التصديق الممنوع هو كما قلتم بتصديق بإباحية مزاولته أو نعم. نعم. تصديق الساحر بما يقول، تصديق الساحر بما يقول من ادعاء علم الغيب أو أنه أمر طيب أو أمر مباح أو أنه صنع من الصناعات. نعم.